السلام عليكم، صلوا على رسول الله. في خاطري شيء ودي أقوله. يقول: خلصت دراستي واشتغلت الحمد لله، وظيفة طيبة وراتب طيب، قلت للوالدة اخطبي لي أبغى أتزوج. راحت خطبت لي من نفس الحي اللي نحن ساكنين فيه، ناس زينين وطيبين ونفس مستوانا. خطبنا، تمت الملجة، الأمور تمام، كل شيء تمام. مشكلة الأسرة هذه أنه وايد يحاتون كلام الناس، يعني أم العروس يقول وايد تحاتي كلام الناس، شو بيقولوا عن الناس، شو بيقولوا عن الناس. يقول: سألت الشباب كم يكلف العرس، قالوا في حدود 200 إلى 300 ألف. قلت زين الحمد لله، خط لي قرض ب 200 ألف و70 ألف مال صندوق الزواج. يقول: كملت لي 300 ألف. يقول: قالوا بنسوي حفلة خطوبة. قلنا زين، سوينا حفلة خطوبة كلفتنا مبلغ وقدره. قالوا بنسوي حفلة ملجة. ليش احنا سوينا قبل؟ قال: لا، هذه غير عن هذه غير، شو بيقولوا عنا الناس. يلا سووا حفلة، شو حفلة ملجة. خلصنا من حفلة الملجة، قالوا نسوي حفلة حنة. زي احنا سوينا قبل؟ لا، هذه غير، ليش ما نسوي، شو بيقولوا عنا الناس. يلا سوينا. يقول: حفلة الحنة، حفلة الملجة سويناها في الفندق، والحفلات الثانية سوينا خيمة قدام الباب، وكلفتنا تكلفة عرس. تخيلوا. يقول: دفعت ودفعت المهر ودفعت الذهب ودفعت الفستان ودفعت كل شيء والحفلات هذه كلها، وبقى عندنا حفلة العرس. يوميت لحفلة العرس، قلت لي: ما أقدر أعرس. ليش؟ والله فلوسي خلصت. كيف فلوسك خلصت؟ أنت يا بتعرس أنت، ليش ما عندك فلوس؟ قال: والله كان عندي فلوس، بس الحفلات اللي سويتوها قبل، يعني قلنا نسوي حفلة أن نعزم أهلنا وأهلكم وربيعات البنية، مثل يقول على الضيق. أما تعزمون 200-300 شخص في كل حفلة، يعني تكلفة كسر ظهر. قالوا: شو تبغى، احنا نكون اقل عن الناس، وشو بيقولوا عن الناس. هذه المشكلة، شو بيقولوا عن الناس. الناس ما بيقولون ولا شيء، الناس بيقولون، يتكلمون اذا الشخص قلل التكاليف عن 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 الزوج. اذا الشخص سوى مثلا مهر بنته بدرهم ولا بعشر ولا بألف درهم، هذه يتكلمون عن الناس، يقولون والنعم فيه. اما اللي يحط تكاليف ويحط بهرجة ويحط ويسوي 16 حفلة، هذا ما حيتكلم عنه، ياكلون وينسون، يمسحون ايدهم في الطوفه. يقول: عقب هالحفلات كلها وعقب هالترتيب هذا كله، انا ما تزوجت. بعد مرور سنه سنتين على اساس اجمع لي مبلغ حق العرس، لان طلباتهم وايده، قالوا: يا انك تزوج يا انك تطلق. قلت لهم: ما اقدر ازوج. قالوا: طلق بنتنا. طلقت بنتهم، احتفلوا واستانسوا ورقصوا، وعلى حسابي انا، وانا ما تزوجت. يا جماعه، خففوا على اولاد الناس، خففوا على بناتكم وعلى عيالكم، لا تزيدون المهور ولا تزيدون الحفلات اللي ما لها داعي وما لها أساس ومش من